What's up, bitch? ايه معاك الثقة البارح قاعد نحكي مع روحي في المرايه ويزق لساني فوق لواحد الحاجة في هكا في اح 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 اي واحد يكون قاعد يبان يعطينا الشعليل وتروحوا لا كونيكسيون سهله تقتل ها وجاو اي واحد تكبر عليك مباراه في التلفزيون ونجبد لك سوتي سوتي خير من صوتك بيتش المره اللي عندها تحكينا على اللي كوب في الجزائر لما تفرجوش روحوا تفرجوه واليوم جبت لكم سيجي ما كانش واحد في الجزائر في العالم في الفيسبوك في اليوتيوب ما خلاليش كومنت وقال لي دير عليه بودكاست واللي هو حلابين في الجزائر في عالو كاين حلابين بزاف لا غير في الجزائر قرص بان قسم يمكن الى خمس مجموعات حسب النسبه تاع قوه تاع التحلاب تحم تولها مليح قادر يكون خوك صاحبك ولد خالتك ولد عمتك باباك واحد منهم والحلاب المتحصل على المرتبة الخامسة بمعدل طاقة يساوي 100,000 درجة حلابية هو حلاب من نوع ذئب هذا ديما تلقاه يدور في الفيسبوك يتعشق في الفيسبوك ينيك في الفيسبوك يسب ويبلوكي في الفيسبوك ما كانش وحده من بعد لاش انفيتاسيون يا ولا ما تقبليش يا يبعث لك الزبيه دوك نعطيكم دي زيكزامبل بار المره الجايه كيما سالكم ديجا ديما لو تعرف بلي صاحبك حلاب من نوع ديب اوكي تلاقيتو انت صاحبك ضحكتو سكرتو سطلتو دوكا جا وقت المروح هيا يا خويا تهلا لي في روحك وقت غدوه ان شاء الله هكا واش المروح بيتا ها والله وقتك تعرف تاع الدار والخدمه والله لازم نروح هاي تشوف نضربو طلع على الفيسبوك اي احلام كونيكتي سي سي سافا انا عمر واش عمرك هنا يهني كمونك تو اورلاين ومزينيك في بعضه روح الزبي وقتك حاضر سي سي خويا ايمن اني قاعد نتعشى من بعد ان شاء الله روح تعطيها روحك كل صراك جياسكي ماذا في حياتك صاحبك دير وكاين حلاب خلاف واش نكره ويعيب زبي في الفيسبوك معظم كبصرات له العفسه هادي يجيك ديما وقت المغرب تكون قاعد تاكل فيه جاجة بيتزا بطاطا ويصدم عليك بتصويره تاع عبد ناكلو في وجهو حبه نوض غير في القيعان ويزيد يصح في وجهو يقول لك ادعوا له بشفاكم ما توصلش الف نجام نخرج من الجروب يخرج من الجروب يعيب سنا كيفاش السما دوكا ما فهمتش اي واحد مريض يكون يلم الف جام والف دعوه دخل وراح له المرضى خويا العزيز راك مريض بالكونسير كونسير مي ما تخافش لكل داء دواء وش هو روح الفيسبوك تبعني مليح ها تغلط بحرف قادر تموت روح الفيسبوك وصور تصويره من الجهه اللي قاعد كيزبي فيها وتبعني مليح تحط في حرف قادر تموت تبعني وقول لهم لموني الف جام والف دعوه وقول لهم ما غري انا انسان قاعد كيزبي عاودها معايا ما انا انسان قاعد كيزبي بصح مش حاب نموت مش حاب نموت لموني الف جام لموني الف جام بليز 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 برك انا بلاتي منيك تعود راح تموت تموت ويا ربي تنيك حبوب الطاقه تاع دراغون بول تبعتونا في تصاور تاع واحد مشراب واحد نيك والحب واحد خرافي راه وقت الماكله عليه تعيفوا فينا عليه عليه الزبيه لكن صراك الجاست هذا صاحبك ديب كوشمار زيكو مار خامجي عيف حلاب من نوع ديب بطل قرايه وشرا موضو عن يسميك بعمرو حط روحو اش تاع 3 متر صوب السيالو اسم الفيلم بالعربيه 3 مترات فوق السوا ويستنى في البنات اللي في عمرهم 17 سنه قحاب اي بابي باشا روح هنا تحكي معايا هي هاوشي زبي نحكي معاك جي نضربو دورة بالمطور تعرف تسوق المطور تمسخر يا شتينا في الزنقة عيطولي موطو مان يا يعني انا كبيرة وما طيحكش فيها يا بك روح ياك مي فيا صاحي انا قلت ما طيحكش قبوشة 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 عطاش العطنو مينيني الأوسكار على الدور تاع يدا لكن عندك صاحبك كيما هذا صاحبك حلاب ديب من نوع موطومان حلاب المتحصل على المرتبة الرابعة بقوة حلابية تقدر ب 500,000 حلاب من نوع نمر المقنع يمشي بزوج وجوه كيما يقول لك كاين خاوة جابتهم لك ميمتك العزيزة وكاين خاوة راح تجيبهم لك الدنيا هاد العبد يمشي بهاد المقولة بصح جامي يطبقها واش خويا الثقة مليحة يا والله منيك على الخدمة على الشعر وزيدك على باك لشات تخدم ديما محرقة وزيد انا طفل واحد في الدار قاعد نعاون في والديا والله كرهت منيك زبي كرهت ربي نو ربي يفرج ربي يفرج ما تقلقش يعني والله حاش مستكفان هذا صاحبي محتاج 300 الفاك تعرف الدقيق والحليب والعجوز والله منيك خلاص يعني واش راح نقول خويا البازار تاعي والسوبر ماركت والحوانت مال هادي مش راهوش عليا خلاص يجيو يشوفوا باك ربي نو ربي يفرج ربي يفرج حبي
شوفي واش جبت لعمري يا حبيبي تهبل بكدا شريتها يا مش حاجه 5 ملايين برك حكمتك ساره بالقحبه ما عنديش وربي نوب وربي فرج وانت تفرني على القحاب وصاحبك قربي واللي يعطيه لا كان صرات لك وبجيك صاحبك على جات قحبه صاحبك حلاب من نوع نمر مقنع والحلاب المتحصل على مرتبه ثالثه بقوه حلابيه تقدر بعشرة ملايين درجه حلابيه هو حلاب من نوع شيطان يا ها 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 تلقاوه ديما هك هي حسام نعتو هذا لايفو سيسه قداش شيتو اه مش حاجه 6 ملايين برك والفيستا دي ما دخلش الماء زبي قادر تعوم بها في الطوفان ما تغرقش قداش شيتها 2 ملايين برك وعطوني معاها فليبر ديلفين باه يعلمك تعوم بها والسنسله ونوضرت قداه مليون مليون سقامو لي كلش 10 ملايين مخيطه اه طايم ولا اللي تخدم عنده قهوه شي يسلك فيك مليح لكن تعرف واحد كيما هذا صرف دراهم وبكل عدت بياش وجامي مد فرانك لدارهم صاحبك حلاب من نوع شيطان حلاب شيطاني يدور غير في الكباريات تلقاه كل سمانه يخرج 10 ملايين من الكونت تاعو يهبط يجري كي القحبه للباربه يصرفهم على قحاب جامي يدوها فيه خلاص صاحبي اهم 10 ملايين يقول اللي حبنا نحبوه واللي كرهنا وحليبوه يحبنا نحبوه واللي كرهنا وحليبوه وحليبوه سخير يديروها اغنيه تاع راي صح لكن داروها اغنيه صاحب عطوها لي في الثقه كاع نحب نسمعها نقش علاه دير لي واللي تحصل على المرتبه الثانيه نقول لهم مبروك عليك الجزائر بكل تكرهك قوته التحلابيه تقدر باكثر من 120 مليون حلبه هو حلاب من نوع تنين دراغون تلقاه منتشر عبر التراب الوطني بكل ودوك النعت لكم وين تلقاوه هذا العب دفرين نقش من الكبار على العام تلقاه يدور بالطاكسي في لافاك وصحابو يقول لهم عند الخدام الدخل وانت البارح كنت وصل صبير مركب وحده واش عطيه وش كل البارح مركب قحبه هذيك تقريبا سمنا خاطيت منيك يعني يا الزبي ناس ملاح فرضيع ومتربيه كي شافته عنده ربع رود برك لكن تعرف واحد كيما هذا توله منه صاحبك او دونجي تنين سيداتي سادتي لي الشرف اليوم بنقدم لكم حلاب المتحصل على المرتبه الاولى في الجزائر لا في العالم لا في المجره بكل بقوه حلابيه بلا حدود هو حلاب هو حلاب هو حلاب من نوع إله كامي جون في دراغون بول زي سوبر كاين بيروس إله تدمير وفي الجزائر عندنا حلبوس رب التحلاب هذاك القافل اللي حلت في الفيسبوك وقت العشاء يبعث لك تصاور يعيفو صباح ربي يروح يحلب بالموطو وقت الغدا ما يتغداش يزر بينه الطاكسي تاعو يطلع لا فاكش ما يلقى وحده جيعانه يحلبها ما كاينش وحده ما صرفش عليها ما كاينش وحده ما شراش كادو ما كاينش وحده ما بريحش عليها في البار ومع الاخر ما ينيكش ما ينيكش ما ينيكش وعلى هذه نتحيل اي واحد جزائري ذاك سوى ما حلبش في حياته نقولوا انت يا ليزام تاع خشين وما تحلبش اه وخالتي البيسي تاعي وطلعت تبعر مبانك ماك حاجه هذوك تاع امريكان وقت يور كلاب بيت وقت يور كلاب المهم المره الجايه يكون يخرجوا لك في الفيديو تاعي من تحت اعلانات ولا في الجنب اعلان تكاو عليه مولوكا مره واحده بلا به من عود ما قدرتش ندير لي بودكاست خالتي بصراحه ما نش حاب نروح نخدم عند مولي مابل تاع الزبي فكرت لي ما خدمه عنده 1500 سلاك وزد قال لي نيك فيها طابليه زرقاء فكرني في عهد القرايه تاع الشعر كرهته وبعد ما قال لي جيب طابليه هيا مع بعضنا نتعاونوا اليد في اليد ونحكموا لها في المدى حاب نعيش الفكره تاعي تاع يوتيوب ايه كمعكم الثقه وكانت الفيديو يحكي عن حلابه في الجزائر لكان صاحبك خوك ولد عمتك ولد خالتك حلاب بارطاجي معاه الفيديو هذا بالك يهديه ربي كيما يتفرج الفيديو هذا ويحب استحلاب وما تنساوش تابوني عندي في الثقه جاين واللغز تاع السمانه هذه هو كاينين ثلاث رجاله فوق بابور وربع قواره وما عندهمش كيفاه يشعلوهم كيفاه يديروا والانستغرام تاع السمانه هذه من جيش الثقه هو باندي موجاتسكي تبعوا ديروا لايك ديروا فولو تبعوني ثاني في الثقه جاين نتلاقاو بربي ان شاء الله السمانه الجايه بيس اوت بيتش